تاون هذا المكان هذا اللي هو واحد الفضاء عام، وحنا كنعرفوا ان هذا العمود ديال الريزو عنده واحد الضرر كبير بالنسبه للاطفال، كيشكل واحد الضرر كبير على الاطفال الصغارين والنساء الحوامل. واش العمود الريزو غيكون في هذا المكان هذا واحد المكان اللي هو بلاصه ديال الاطفال؟ فاحنا كمجتمع مدني وكمواطنين كنستنكروا هذا العمل هذا. هذا الريزو كانوا بغاو يعملوه في جهه حومه الصدار، من بعد جاوا شي ناس ما خلوهمش يعملوا، جاوا دخلت الشارع بغاو يعملوه كذلك الناس ما خلوهمش، جاونا هذا المكان هذا اللي هو واحد الفضاء عام هو متنفس للعواول الصغارين ديال الاطفال، جاونا هنا وعملوه، ولكن كيجيو كيعملوه في الصباح بكري، دائما كيجيو كيعملوا شي زيت كيعملوا الصباح بكري. حنا كنعرفوا ان هذا العمود ديال الريزو عنده واحد الضرر كبير بالنسبه للاطفال، وهذا المكان هذا وقرب هذا ملاعب القرب اللي هنايا راه كاينه اكثر من 20 جمعيه اللي كتنشط هنايا، كل جمعيه عندها اكثر من 50 طفل اللي كينشط معاهم هنايا في هاد الملاعب، وتجي انت وتعمل مثلا هذا العمود ديال الريزو اللي عنده واحد الاضرار كبيره على المخ ديال الاطفال ديالنا. فاحنا كمجتمع مدني وكمواطنين كنستنكروا هذا العمل هذا، وكنتمنى يكون شي تدخل باش ما يكملوش التتميم ديالو. هذا الشيء اللي كان صراحه هذا العمود هذا يعني راه كتشوفوا جمعيه المجتمع المدني كامله والسكينه كامله متضرره للخطوره، لان في واحد خطوره كبيره على الاطفال، وحنا حوالي ازيد من 150 طفل ومنهم فتيات كيمارسوا عندنا كرة القدم في هذه الملاعب بالقرب. هذا كان ناجدوا السيد الولي باش يتدخل في هذا، لان هذا العمود هذا راه مشكل علينا خطر. صفتي واحد من الساكنه كنطالب من الجهات المسؤوله اللي راه خصصنا هذا العمود باش يكون هنا العمود الريزو، يعني يشوفوا له شي مكان اخر اللي يكون في واحد الفضاء ما كيعرفش، واحد اكتضاض واحد مجموعه ديال الاطفال وجا في وسط الرياض كما كتشوفوا جوج الملاعب هنايا، وهاد الملاعب ما كيخوش من الاطفال، وكما كان انا ماشي اختصاصي في الطب ولا هادي، يعني كيقول لك هذا الريزو يعني كيشكل واحد الضرر كبير على الاطفال الصغارين والنساء الحوامل. ومن هذا المنبر كنطالب السيد الولي التدخل شخصيا في هذا الموضوع هذا، ويشوف شي مكان اخر، يشوفوا له شي مكان اخر يحطوا. حنا ماشي ضد الريزو ولا ضد هذا العمود، حنا هاد البلاصه هذه ماشي بلاصه ديالو، هذا هو المقصود، البلاصه ديالو. شوفوا كاين الاماكن خاويه ينزلوا فيها. كان واحد التنسيق بين جمعيه المجتمع المدني في المنطقه، اكثر من 15 جمعيه، وعملوا واحد بين السنكاري، وكان التوزيع ديالو على الجماعه والولايه والباشا يعني هاد اليومين هادو اللي فاتوا، وصراحة كانت تجاوب ديال السلطة مع الجمعيات، لكن باقي ما يعني قالوا لنا غيردوا علينا في أقرب وقت. يعني حنا هادي كخطوة أولى طبيعة الحال، حنا ما يمكنش يجي هاد العمود ديال الريزو، واش عباد الله مثلا واش العمود ديال الريزو غيكون في هاد المكان هذا واحد المكان اللي هو بلاصة ديال الأطفال؟ يعني في العشية كتكون أكثر من الدنيا كيفاش كتكون عامرة هنايا، وتجيس هنا وتعمل الريزو، علاش ما يبعدوش في نفس الخط ويمشيو؟ كاينه اتساع لين والدنيا خاويه، علاش ما يبعدوش في هاد البلاصه؟ وكاينه الرتاحه ضد الضوء، واش الرتاحه ضد الضوء كتكون هنايا في هاد المستوى ديال الارض حانيه؟ عتكون فيها الضوء وغيجيو الاطفال مثلا هاد المكان ياذيوها يخبشوها، فهمتي؟ وغتكون ضرر للطفل. المطلب ديالنا هو تصغير المكان ديال هاد العمود. انا ما كنقول طبيعه الحال هاد الناس غيكون عندهم رخصه وهادشي ماشي جاو عملوه، ولكن كنتمنوا هذا المكان هذا تغير هذا العمود يمشي بعاد لين بعاد من الاطفال، باش ما يكونش واحد ضرر للاطفال. حنا كنعرفوا عنده ضرر كبير على النمو ديال المخ ديال الطفل، واحد الضرر اللي هو كبير وما كيتسلمش من المدى القريب ولكن المدى البعيد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.